بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو في إطار استعداد للولوج لمباريات ولوج للمدارس العليا، كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والإنساب والإنسان وجميع المدارس. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على كيفية حساب يعني نوع آخر من التكاملات. إذا تابعوا معي جيدا، لكم هنا عندكم التكامل من 1 لصفر ديال الوحدة على إكس كاري زائد 3 إكس زائد 2. كيف ما قلت لكم دائما تكون عندكم يعني حدودية من الدرجة الثانية في المقام، حاولوا تفكروا واش تقدروا تكتبوها على شكل تعبير يعني أو كاري إكس زائد 1، واش تقدروا تكتبوها على شكل، لأنكم بمجرد إلا كتبتوها على شكل تحاولوا تستعملوا الخاصية يعني الدالة الأصلية ديال أكتونجون. إذا غادي نشوف، إذا هنا التكامل من 1 لصفر ديال 1، هنا إكس كاري زائد 3 إكس زائد 2. ومهم طريقة أخرى باش تعرفوا، طريقة أخرى باش تعرفوا واش غادا تكون يعني كنت غادي نقول لكم طريقة أخرى باش تعرفوا واش غتكون شكل متطابقة هاما أو كاري زائد 1 أو لا مباشرة لشكل عوامل بحال هكا، يعني ممكن تحسبوا دلتا ولكن لا بأس. إذا هنا نحاول ندير إكس كاري زائد 3 إكس زائد 2، هنا يعني نفرق زائد 1 زائد 1. إذا هاد التعبير هذا ندير إكس كاري زائد 3 إكس زائد 1، واش نقدر نكتبو على شكل متطابق هاما؟ هنا عندي إكس كاري هنا 1، يعني هنا أس 2 هنا 1 أس 2، إذا ديت 2 ضربتها في إكس 1 غتعطيني 2 إكس، إذا هنا 3 إكس، إذا هادي ميمكنش نكتبها على شكل أس 2، وبالتالي ما غنستعملش الخاصية ديال آرك طونجونت. إذا تابعوا معي جيدا الطريقة الأخرى اللي غادي نستعمل كيفاش. إذا هاد التكامل من 1 لصفر إكس كاري زائد 3 إكس زائد 2 غادي نحسب دلتا، هادي غنحاول نعملها يعني باش ندير التعميل نحسب دلتا. إذا ملي غتحسبو دلتا غتجيكم غتحسبو دلتا هنايا، المهم دلتا ملي غتحسبوها غيجيكم دلتا بوزيتيف وغيجيكم جوج الحلول، الحلول اللي غيجيكم هما العدد ناقص 1 وناقص 2، هادو هما الحلول اللي غيجيكم، يعني التعميل غيكون على شكل 1. هنا تكون عندكم إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2، إذا التعميل يجيكم على هذا الشكل، إذا هذه غتولي على هذا الشكل. إذا ظهر عليكم هذا 1 على إكس زائد 1 على عامل إكس زائد 2، غنحاول نفككها، حيت هذه ميمكنش تقاد الدالة الأصلية ديالها، يعني شنو هذه؟ غنحاول نكتبها على شكل تابعوا معي جيدا، 1 على إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2، دونك هذه هي الطريقة، عندكم فيما تكون عندكم حدودية من الدرجة الثانية، إما تكون الدالة الأصلية ديالها هي الأرك طونجونت أو لا تحاولوا تطبقوا هاد القاعدة هذه. إذا 1 على إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2، هذه نحاول نشوف نكتبها نفرقها هنا زائد، دونك هنايا تكون عندي إكس زائد 1 وهنا إكس زائد 2، هذه عندي حدودية من الدرجة الأولى، دونك هنا يكون فقط العدد أ، هنا عندي حدودية من الدرجة الثانية يكون هنا ب. إذا هذه تساوي هذه، ولكن شحال القيمة ديال أ وشحال القيمة ديال ب؟ إذا المطلوب مني أنني نحدد القيمة ديال أ نحدد القيمة ديال ب. إذا الطريقة باش نحدد القيمة ديال أو نحدد القيمة ديال ب غندير التعميل هنا، ندير التعميل وندير التساوي، يعني هاد الحدودية كتساوي هادي هادي. إذا شنو هو المقام الموحد هنايا؟ إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2 هو نفسه، وهنا غنضرب أ عامل إكس زائد 2، إذا مباشرة غندير النشر أ في إكس هي أ إكس، وأ في 2 هي 2 أ، يعني تجيكم أ إكس زائد 2 أ. هنا مباشرة غندير النشر ب في إكس، ب في واحد هي ب، إذا تساوي إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2، أ إكس زائد ب إكس غنعمل ب إكس غتبقى لي هي أ زائد ب إكس، 2 أ زائد ب، تكون هذه راه هي 1 على إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2. إذا شوف اللحظة هنايا، هنا راه عندي تساوي، يعني هاد إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2 تساوي هي إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2، إذا فقط عندي المطابقة ديال البوصول، عندي المطابقة ديال البوصول. إذا ملي كنتكلم على تساوي حدوديتين، يعني الحدود يعني معاملة الحدود من نفس الدرجة كيكونوا متساويين. إذا هنا شنو غنجي ندير بحال هكا، إذا يعني أ زائد ب إكس ها هي زائد 2 أ زائد ب تساوي 1، يعني هذا يساوي هذا، هاد واحد الله يرضى عليكم في الأثر، هادي شنو عندي حدود من الدرجة الأولى، يعني واحد راه هي صفر إكس زائد 1، إذا شنو؟ يعني حدودية كتساوي حدودية، يعني المعاملات الحدود من نفس الدرجة كيتساويو، يعني أ زائد ب
تساوي الصفر، اثنان زائد ب تساوي واحد. إذا عندكم أ زائد ب تساوي صفر، واثنان أ زائد ب تساوي واحد. إذا هذه تحل عندكم نظمة، الطريقة النظمة تحلوها كيف ما بغيتو، ولكن الطريقة عندي سهلة، عندي أ تساوي ناقص ب، عندي الطريقة التعويض، وغنعوض أ هنايا، لأن أ تساوي ناقص ب، هنا تولي جوج في ناقص ب، يعني ناقص جوج ب زائد ب تساوي واحد، ناقص جوج ب زائد ب تساوي واحد، يعني ناقص ب تساوي واحد، يعني ب تساوي ناقص واحد. إذا كانت ب تساوي ناقص واحد يعني أ تساوي واحد، إذا لقينا أ واحد وب ناقص واحد، إذا الأرض علمي. إذا هذا التكامل هذا ها هو، يعني واحد عامل إكس زائد على إكس زائد واحد عامل إكس زائد اثنان، هو هذا، ألقينا واحد وب هو ناقص واحد، يعني التكامل عندي يولي على هذا الشكل، واحد صفر، هنا إكس زائد واحد عامل إكس زائد اثنان، ديدو إكس تساوي واحد صفر، قلنا هي هذا ها هو. قلنا هو أ على إكس زائد واحد زائد ب على إكس زائد اثنان، أ شحال لقينا هو واحد، يعني واحد على إكس زائد واحد، ب شحال لقينا هو ناقص واحد، يعني ناقص واحد على إكس زائد اثنان، هادشي اللي لقينا، هاي، ب على إكس زائد اثنان لقينا ب ناقص واحد، أ على إكس زائد واحد لقينا أ واحد، إذا هنا ديدو إكس، هادشي كامل ديدو إكس، إذا شنو ندير هنايا؟ إذا هذا التكامل بسيط، واحد زيرو، واحد على إكس زائد واحد ديدو إكس. ناقص تكامل واحد زيرو، واحد على إكس زائد اثنان ديدو إكس. إذا الدالة الأصلية ديال واحد على إكس زائد واحد هي الإيلين ديال إكس زائد واحد تكامل واحد صفر، ناقص الدالة الأصلية ديال واحد على إكس زائد اثنان هي الإيلين ديال إكس زائد اثنان واحد صفر، وغنحسب مباشرة نعوض إكس بواحد غتجيكم هي الإيلين ديال اثنان، ناقص هنا نعوض إكس بصفر غتبقى واحد، الإيلين ديال واحد هي صفر، هنا نجي ندير ناقص، نعوض إكس بواحد غتجيني واحد زائد جوج هي ناقص الإيلين ديال ثلاثة. وهنا نعوض اكس بصفر غتجي تبقى لكم الين ديال اثنان، ولكن هنا عندي ناقص، وديجا تكون ناقص الاخرى تولي هي زائد الين ديال اثنان، لان هنا ندير الين ديال نعوض هنا بواحد غتجينا ثلاثة، وعاد ندير ناقص هنا نعوض بصفر غتجي ناقص الين ديال اثنان، والناقص عندي على برا تولي هي زائد، اذا الين ديال اثنان زائد الين ديال اثنان هي جوج الين ديال اثنان ناقص الين ديال ثلاثة. اذا هذا هو تكامل من واحد صفر ديال واحد على اكس كارين زائد 3 اكس زائد 2. اذا هذه طريقه اخرى كيفاش نكتبوا نوع اخر من التكاملات. اذا الارض عليكم وجه الله غادي نولي نذكر اللي عندكم حدود ديال الدرجه الثانيه، كنشوف هذيك الحدود ديال الدرجه الثانيه، يعني تقدر تكون عندكم هنا مثلا جوج اكس زائد 3، وبالتالي نستعمل الخاصيه ديال الين ديال الاصليه ديال الين. اما في حاله ما كانش هنا جوج اكس زائد 3 كتكون الدال الاصليه اك طونجوت او لهاد الطريقه، يعني سابيل كندير بعض الخاصيات ديال الفاكتورازاسيون، يعني بوغ لي فراكسيون. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واي تساؤل كان عندكم، اي مشكل كان عندكم طرحوه لنا في التعليق وساجيب عليه في القريب العاجل ان شاء الله. السلام عليكم.